نرحب بوصول دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني المحترم. أهلا وسهلا بمقدم دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، وهو يصل لوضع حجر الأساس لمدينة الغزلان الجديدة. حياكم الله وبياكم في محافظة نينوى ومدينتها الموصل الحدباء. يضع الآن دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني حجر الأساس لمدينة الغزلان الجديدة بمعية وزير الإسكان والإعمار المهندس بنكين ريكاني والسيد محافظ نينوى المحترم. أهلا وسهلا وحياكم الله في مدينة الموصل العزيزة. وقوفا جميعا يعزف بيننا السلام الوطني العراقي. خير ما نبتدئ به منهاجنا وجمعنا هذا قراءة آي مباركات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الدولي الدكتور عبد الله سليم أغا، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم نحن ذلك الشهدين. إكراما للدماء الزكية التي سالت على هذه الأرض الطاهرة لنحيا بأمن وأمان، إكراما لأرواحهم نقف إجلالا وإكراما لقراءة سورة الفاتحة. شكرا جزيلا. دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني المحترم، معالي السادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة الحضور، كل بصفته ومقامه الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سقى ربى الموصل الحدباء من بلد جود من الغيث يحكي جود أهليها، أرض يحن إليها من يفارقها ويحمد العيش فيها من يدانيها. وهكذا هي الموصل، تبقى حاضرة مدنية تستعيد عافيتها مهما مرت عليها من نكبات، وها هي اليوم تزيل عنها آثار الإرهاب والحرب وتصر على استعادة الحياة وتدور عجلة البناء والإعمار فيها. يتفضل الآن السيد محافظ نينوى الحقوقي عبد القادر الدخيل لإلقاء كلمته. دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني المحترم، معالي وزير الإعمار والإسكان بنقير ريكان المحترم، معالي وزير الصحة دكتور صالح الحسناوي المحترم، السيد أمين بغداد المحترم، السيد رئيس صندوق المناطق المحررة المحترم، السادة الوكلاء وكلاء الوزارات المستشارين والنواب المحترمون، السيدات والسادة الأكارم، كل بصفته ومقامه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم جميعاً في ربوع نينوى أم الربيعين الأبية، وهي تكتسي اليوم بربيع ثالث وانطلاق ربيع الإعمار والمنجزات الكبيرة والاستراتيجية ووضعها على سكة العمل الصحيحة. وهنا بداية لابد لي أن أنتهز الفرصة بحضوركم لأتوجه باسمي ونيابة عن أهالي محافظة نينوى
بالشكر الجزيل والعرفان لدولة رئيس الوزراء المحترم والحكومة المركزية في عاصمتنا الحبيبة بغداد على الدعم الكبير والمتواصل والمساندة وتذليل الصعوبات والعراقيل لرسم الاستراتيجية المنشودة في التنمية والبناء ودوران عجلة الإعمار والاهتمام الدائم من قبله شخصياً بمحافظة نينوى والسعي الجاد لتحقيق المشاريع الكبيرة في البنى التحتية والإسكان والصحة والتربية والطاقة وتنشيط القطاع الخاص وبقية المفاصل التنموية الأخرى، وإن زيارة دولته المتكررة واطلاعه ميدانياً على واقع المحافظة ومتابعة حركة البناء والإعمار رسالة تأكيد ودعم من حكومته لمحافظة نينوى وأهلها. سادتي الأكارم، بالقرب منا تتواصل أعمار إنجاز مطار الموصل لكي يكتمل نهاية العام الحالي بعون الله، بعد أن ساعدنا السيد رئيس الوزراء المحترم في تظليل الكثير من الصعوبات. وأيضاً خطة النهوض بالملف الصحي وإعادة بناء أعمار المستشفيات وتطوير البنى التحتية وفك الاختناقات وإنشاء المجسرات لتسير كما خططنا بعد المصادقة على المشاريع سواء المحلية أو الوزارية. ونحن نقف اليوم في هذا المكان والموقع المتميز لنعلن انطلاق ولادة مدينة سكنية جديدة مستدامة وذكية بحلة عصرية متكاملة جميلة بتصاميم هندسية عالية المستوى أعدتها أفضل المكاتب الاستشارية، تقع على مساحة 4800 دونم لبناء بحدود 28,000 وحدة سكنية ما بين عمودي وأفقي وأبراج سكنية وتجارية تشمل مجمعات طبية حديثة ومدينة جامعية ومجمعات تجارية وفنادق راقية ومتنزهات حديثة. إن وضع حجر الأساس لمدينة الغزلاني السكنية الذكية المستدامة وانطلاق أعمالها يمثل بداية جديدة ومغايرة في رحلة الإعمار والتطور برؤية حكومية استراتيجية تعتمد سياسة الحلول للمشاكل المتراكمة منذ عقود. كذلك سيسهم هذا المشروع الكبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وفتح آفاق جديدة للتنمية والتوظيف وخلق فرص عمل كبيرة. فضلاً عن واقع مدينة الغزلان الجديدة سوف ينعكس إيجاباً على أيمن الموصل، وستكون هذه المدينة رئة جديدة لمدينة الموصل وانطلاقة حيوية وتنمية حقيقية لمحافظة نينوى. وقبل الختام دولة الرئيس، أسمح لي أن أشكر السيد نجم الجبوري الذي كان له دور كبير في عملية التحرير وكذلك في عملية البناء وأيضاً في عملية خلق بيئة اجتماعية مستقرة في نينوى تنعكس على التعايش الحقيقي الموجود في محافظة نينوى رغم كل التنوع الموجود القومي والمذهبي وكذلك الديني. وأيضاً أشكر اللجنة العليا للإعمار التي هي برئاسة دولتكم وكذلك رئيس تنفيذها المهندس محمد صاحب الدراجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الآن لمعالي وزير الإعمار والإسكان المهندس بنكين ريكاني المحترم. دولة الرئيس، السادة الحضور، صباح الخير، صباح جميل كجمال ربيع الموصل. اليوم سيادتك تضع حجر الأساس
لثاني مدينة سكنية بعد مدينة الجواهري في بغداد، وهذه ثاني مدينة في الموصل. وهذه المدن وردت في منهاج حكومة سيادتك برؤية جديدة لأول مرة تتبع في العراق، مساحات كبيرة خارج المدن الحالية مصممة بطريقة حضارية تلبي المعايير البيئية، بها استدامة، بها تخطيط حضري راقي، وبها سكن لمختلف الفئات، بالإضافة إلى وجود كل الفعاليات التجارية والتعليمية والطبية وغيرها، وحتى السياحية وبعض الأنشطة الصناعية والتحويلية البسيطة. دولة الرئيس، هذه لأول مرة يتم الخروج خارج المدن لبناء مدن جديدة تكون قابلة للتوسع، ونعيد للبلد وجهه الحضاري من خلال الانطلاق إلى مساحات جديدة وكثرة التشوهات اللي صارت في مدننا الحالية. الكثير من المواطنين وحتى الموظفين ما يعرفون التعقيدات الكبيرة في مسألة الأراضي وإزالة العوائق القانونية واللوجستية اللي موجودة على مساحات الأراضي الكبيرة. ربما البعض يعتقد أنه مبالغ إذا نقول لولا دعم سيادتك والمتابعة الشبه يومية مع كل الجهات ذات العلاقة، سواء دوائر حكومية أو غيرها أو دوائر تنظيمية بضمنها هيئة الاستثمار، لما وصلنا إلى هذا اليوم. كثرة المتعلقات الموجودة بالأراضي والبيروقراطية الكبيرة في الدولة والتراكمات المتعلقة أيضا بمنظومة من الضوابط والتعليمات اللي أعاقت التقدم خلال المرحلة الماضية، حكومة سيادتك تجاوزتها كلها في وضع لبنة جديدة والانطلاق إلى مشاريع كبيرة، من مشاريع مجمعات صغيرة هنا وهناك، من مشاريع صغيرة هنا وهناك إلى مشاريع كبيرة تنطلق بالعراق إلى مرحلة جديدة من التنمية والاقتصاد. وهذا كله بالتأكيد راح يكون عامل أساسي في حصول حالة الاستقرار السياسي والأمني أيضا. هذه المدينة وكل قطاعات الإنشائية تعرف سيادتك تحقق تنمية اقتصادية كبيرة، وأكبر قطاع يحقق نشاط اقتصادي مستدام هو قطاع الإنشاءات. كل وحدة سكنية تضاف إلى الرصيد السكاني يؤدي إلى انخفاض في الأسعار، بل أنا أجزم أنه هذا اليوم مجرد الانطلاق أو الإعلان عن انطلاق هذه المدينة قبل أن تنجز، المراقبين خلي يتابعون سوق العقارات راح يشوفون انخفاض كبير في سوق العقارات في مدينة الموصل اللي تستحق كل خير. وكرر شكري لسيادتك ولكل العاملين على هذا المشروع، وجود شركات أجنبية، هاي ثاني شركة صينية تستثمر في العراق، هذه لها دلالات كبيرة، لها معاني أنه هناك ثقة كبيرة بالعراق وبهذه الحكومة. إذا تتكرم سيادتك أدعو سيادتك إلى المنصة لإلقاء الكلمة، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدتم صباحا. أعبر عن سعادتي الكبيرة وأنا أتواجد هنا في محافظة نينوى في هذا اليوم المبارك. قبل 10 سنوات كان مشهد القتل والدمار والتخريب للأسف هو المشهد الذي يسيطر على هذه المحافظة العزيزة، على قلوب كل العراقيين، إثر سيطرة عصابات داعش الإرهابية. هذا الفكر
المنحرف الذي لا يمت بصله إلى أبناء نينوى وأهلها الكرام من كل المكونات والأطياف. ولم يتخيل أحد في حينها أن هذا المشهد سوف يزول وأن هناك عالم أو مشهد آخر من الاستقرار، من البناء، من التنمية، من الإعمار قد يحصل في هذه المدينة. لكن بفضل من الله سبحانه وتعالى وعزيمة وإرادة وهمة أبناء الشعب العراقي من كل المكونات والأطياف، هذا الشعب العظيم الذي سطر ملحمة تاريخية في البطولة والتضحية والفداء من أجل كرامة وسيادة وأمن الوطن، حيث اجتمع أبناء الشعب العراقي بعد الفتوى المباركة للمرجعية الرشيدة وتضافر جهود الوطنية وأجهزتنا الأمنية بكل صنوفها ودعم المجتمع الدولي لمعركة التحرير، وتحقق النصر ولله الحمد. اليوم نينوى بعد أن انتصرت على الإرهاب تضع أقدامها على المشاريع والبناء والإعمار، وهذا هو النصر المتكامل. هذا هو الوضع الطبيعي أو التفسير المنطقي عندما نقول العراقيون صناع الحياة. هذا هو الواقع، هذا هو المصداق لهذا الشعب العظيم. واحد من أهم المواقف المطلوبة منا لرد الدين للشهداء، للجرحى الأبطال، لعوائلهم، هو العمل وخدمة المواطنين وتقديم المنجز في التنمية والإعمار، لأن الشهداء ضحوا من أجل كرامة وأمن الوطن ومن أجل أن ينعم أبناءه بخيراته وموارده وتحقيق التنمية والازدهار في هذا البلد. هذا هو المطلوب منا الآن. اليوم وعلى بركة الله وضعنا حجر الأساس لمدينة الغزلاني الجديدة بهذا الوصف، 28,000 وحدة سكنية على مساحة 4,800 دونم. هذه المدينة هي الثانية ضمن الوجبة الأولى من 5 مدن، وسوف تعقبها الوجبة الثانية بحدود 11 مدينة سكنية في بغداد والمحافظات. هي تعبر عن رؤية الحكومة تجاه واحدة من أهم المشاكل المزمنة التي تواجه المجتمع العراقي، وهي أزمة السكن. رؤية الحكومة أن يكون الحل من خلال إنشاء مدن متكاملة. عندما نقول مدينة فإننا نعني أنه إضافة إلى الوحدات السكنية بمختلف تصنيفاتها الأفقي والعمودي ولمختلف الفئات المجتمع، فإننا نعني أن هناك خدمات متكاملة طبية وتعليمية، مدارس وجامعات، وكذلك مراكز تجارية. كل الفعاليات الاقتصادية سوف تكون متوفرة في هذه المدينة وفق أحدث المواصفات وبطرق حديثة في البناء وفي تقديم الخدمة. وهذه المدينة سوف تكون مثالية بحكم طبيعة التضاريس التي ستضفي عليها
واقع جميل لكي نقدم لأبناء نينوى مدينة متكاملة بهذه المواصفات التي يستحقها أهلنا في هذه المحافظة. ضمن هذا التوجه الحكومي إضافة إلى حل السكن، فإننا نرى في أن بناء المدن السكنية سوف يشجع القطاع الصناعي لإنشاء مصانع لتأمين ما تحتاج هذه المدن من المواد الإنشائية. وهنا أوجه الدعوة لكل القطاع الخاص في محافظة نينوى لاستثمار هذه الفرصة في إنشاء المصانع وجلب الخطوط الإنتاجية لكل المواد الإنشائية، خصوصاً وأن هذه المحافظة تتميز بموارد طبيعية من المواد الأولية التي تمكن نشوء هذه الصناعة. قبل أسبوعين أو أقل عقدنا ورشة متكاملة مع القطاع الصناعي حول هذا الموضوع. نحن أمام مجموعة كبيرة من المدن السكنية في عموم المحافظات، وما موجود لدينا من معامل ومصانع للمواد الإنشائية لا يغطي حاجة السوق، وبدلاً من الذهاب إلى الاستيراد نحن ندفع باتجاه تقديم كل التسهيلات والموافقات للقطاع الخاص لإنشاء هذه المصانع التي سوف تؤمن احتياجات هذه المدن. بالتأكيد هذا يعني مزيد من الفرص العمل الذي تحتاجه هذه المدينة. هذا المشروع إضافة إلى كل المشاريع ومن سياق المتابعة الحكومية بالتأكيد سوف يكون متابع بشكل دقيق لكل مراحله. وهنا لابد أن نسجل الشكر والتقدير لهيئة المدن التي شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء برئاسة السيد وزير الإسكان والبلديات وأعضاء الهيئة على ما بذلوه طيلة الفترة الماضية. مثل ما ذكر السيد الوزير هناك حزمة من القرارات والإجراءات الإدارية والموافقات حتى نفكك هذا الاشتباك في قوانيننا وفي تعليماتنا ونهيئ هذه الأراضي لنصل إلى توقيع العقد الاستثماري ومنح الإجازة الاستثمارية للشركة المنفذة. فلهم منا كل الشكر والتقدير. نؤكد بالتأكيد على الالتزام بالمعايير بالمواصفات، وهنا أهمية المتابعة من الجهات القطاعية. بالتأكيد الشركة المستثمرة شركة صينية وشركائها من المحليين خضعت لتقييم قبل أن تحصل على الموافقة، ونأمل أن تكون لديها خطة متكاملة للتنفيذ من كل النواحي المالية والفنية والإدارية لكي ينفذ هذا المشروع، خصوصاً وأن حكومتنا لا تقبل أي شيء اسمه متلكئ سواء كان مشاريع الحكومية أو مشاريع القطاع الخاص التي تمنح وفق قانون الاستثمار. سوف تجد هذه الشركة من الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية كل الدعم والمساندة، وبالتأكيد أهالي هذه المحافظة الكريمة سوف يكونون خير عون لها في تنفيذ هذا المشروع في التوقيتات التي وضعناها. نبارك للحكومة المحلية بعد نيلها ثقة أبناء المحافظة مباشرتها لمهامها بانتخاب رئيس المجلس ونائبه والسيد المحافظ ونائبيه. وهنا نؤكد على التزامنا في الدعم اللامحدود للحكومة المحلية خصوصاً في محافظة نينوى. في هذه المحافظة التي لا أبالغ أنها تمثل فرصة ليس لأبناء المحافظة وإنما للعراق في النهوض الاقتصادي
الذي يؤسس للاستقرار الأمني والمجتمعي، وهو مقدمة لاستقرار العراق. استقرارها وجودها بحيوية وفاعلية سوف يؤسس للمزيد من الاستقرار في بلدنا الحبيب. كل التقدير والاحترام للجهود التي بذلت، ونلتقي إن شاء الله في مشاريع البناء والإعمار خدمة لأبنائنا وأهلنا في محافظة نينوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.